بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أهم المسائل التي يجب التقيد بها هو الالتزام بالمسائل الأخلاقية. عموماً المتدين يرى نفسه ملتزماً بالمسائل الفقهية من واجبات ومحرمات، أما القضايا الأخلاقية فلا يجب الالتزام بها، أن يحسن خلقه مثلا، أن يحسن معاملته مع الآخرين، أن يراعي مشاعر الآخرين. تارة هناك الظلم، الظلم حرام، وتارة هناك الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كما أنه يأمر بالعدل اللي هو العدل الواجب وخلاف العدل محرم، أيضا يأمر بالإحسان، الإحسان إضافة على العدل. عاشروهن بالمعروف. البعض من المراجع كالسيد الوالد رحمه الله يرى أن المعاشرة بالمعروف مع الزوجة واجبة، مو أن يكتفي بإعطاء نفقتها وبأن يأتي إليها كل 4 أشهر مثلا، هاي مو معاملة ومعاشرة بالمعروف. يفتي بوجوب المعاشرة بالمعروف، بس إن لم يكن واجبا شرعا المعاشرة بالمعروف. الأخلاقيات، المنظومة الخلقية في الدين لها قيمة خاصة وعالية. رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الرواية وفي احتجاجه مع المشركين يخاطب المخزومي وأولئك الكفار المشركين الذين أتوا للاحتجاج مع رسول الله وطرح شبهات وإشكالات عليه، يقول بأن استغلال جهل مخاطب، يعني واحد يستغل جهل المخاطب، هذا أمر وإن كان لإثبات أمر حق، هذا منهي عنه، هذا مو مطلوب أبدا. يعني أنت تطلب مني أن أفجر في مكة ينابيع من ماء حتى تحصل هناك البساتين، هل هذا مما ينفع لنبوتي كحجة؟ يعني إذا واحد الآن إجى في مكة بلد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يريد يعمل بساتين، يفجر العيون، هذا يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى علم، هاي مو حجة تامة لإثبات النبوة. فأنا أجي أنفذ ما تقترحه أنت لإثبات نبوتي، أجعل في مكة في بساتين، هذا مو مهم، هذا ما يثبت نبوتي. عد الجاهل المخاطب يقتنع بهذه الفكرة، يشوف زين هذا ما دام البلد اللي لم يزرع زرع فيه، هذا مو معجزة، هذا يحتاج إلى خبرة إلى فن، مثل ما أنت في الطائف زرعت ولك مزارع ولك بساتين ولك أشجار وأنهار وعيون. فإذن قضية كلية، هذه قضية خاصة، حتى لإثبات الحق الاستعانة بالطرق غير الصحيحة لإثبات الحق هذا منهي عنه. سابقا ذكرنا النتيجة تتبعه أخص المقدمات. القانون الإسلامي هو أن الغاية لا تبرر الوسيلة، بخلاف القانون
ميكافيلي، اللي الآن السياسة في العالم تدور على قانون ميكافيلي أن الغاية تبرر الوسيلة. أنت تريد توجب إرضاخ دكتاتور، تلقي قنبلة نووية تقتل مئات الآلاف حتى تصل إلى الغاية، حتى الغاية هم خلي تكون حميدة، الغاية إنقاذ الناس من دكتاتور بقتل مئات الملايين. هل يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه الغاية الحميدة؟ كلا. المقدمات لازم أيضا تكون مقدمات سليمة حميدة. رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الرواية يشير إلى هذا المعنى، أنه أن أظهر ما ليس بحجة حجة حتى أستغل، على تعبير الرسول الله أغتنم، يعني كأنما غنيمة. مو هذا الجاهل تشوفون بالسوق لما يجي فد واحد ما يعرف وضع السوق، يريد يشتري يشوف ها هذا مثلا جاي من بلد آخر ما يعرف السعر، خليه الآن نستغل جهله فنأخذ أكثر من السعر الموجود للسلعة هذه. هذا استغلال الجهل، طبعا هذا محرم حتى للأمر الصحيح. أنا أستغل للأمر الصحيح، هذا ما لا يجوز في بعض الأحيان وما ليس بحسن في أحيان أخرى. هذه النقطة من الرذائل الأخلاقية، أن يقول الإنسان بأن الغاية تبرر الوسيلة. شنو معنى الاستغلال؟ الانتفاع بالشيء والإفادة منه بغير حق أو قانون. هذا الطريق مو طريق حق، فأنا دا أستغل جهله حتى ولو أأخذ للنجاة ولكن بطريق فاسد. كلا، الحق مو ناقص طرق، مو ناقص مقدمات لأن يؤثر على الآخرين حتى نأتي إلى غير الصحيحة من المقدمات ونستدل بتلك المقدمات غير الصحيحة. ليش؟ لأنه اللي أنا جبته بمقدمات غير صحيحة يمكن ينصدم عندما يعلم بأن هذه ليست بحجة، أنه واحد يجي في بلد لم يزرع مئات السنين، هذا البلد أرض موات مئات السنين، واحد يجي في هذا المكان يطلع بير نفط مثلا، هذا مو معجزة، هذا خبرة، يجي يزرع في هذا المكان، هاي خبرة. فن شنو الأشجار التي مثلا لا ترى لا تريد ماء كثيرة، واحد يجي يزرع يصير بستان. إذن هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذه الرواية الشريفة أنه ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. تسخير الإنسان شنو معناه؟ اللي الآية المباركة تقول البعض مسخرون للبعض الآخر، هل معناه أنه هناك طبقة عالية وطبقة دون تلك الطبقة تعمل لها هي مسخرة؟ يعني نظام الطبقات هو نظام إلهي، الله عز وجل هكذا يقول في آية أخرى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يعني الله عز وجل جعل الدنيا نظام طبقات، اللي الآن العالم كله يحارب ولو لفظا الطبقاتية، لا الله عز وجل جعل كذلك. كلا، السخرية مو البعض مسخرون للآخرين، مثل يقولون فلان سخر الجن، يعني كأنما الجن أصبح خادما له فيمتثل ما يريد. لا، مو السخرية بهذا المعنى، أن هناك مجموعة طبقة دانية مسخرة لطبقة عالية، وإنما هذا سخرية المجموع للمجموع، مو سخرية البعض للباقين. يعني الكل بنسبة مسخر للكل. بعبارة أخرى، هذا هو معنى التعاون. خلينا نجي إلى جسد الإنسان. شوفوا جسد الإنسان، الإنسان يحتاج إلى الطعام، والطعام تتبدل إلى دماء، كريات حمر مثلا تجري في العروق، وأعضاء بدن الإنسان تستفيد من هذه الكريات مثلا وتتغذى وهكذا. هذا طبيعة، يعني كل شيء يحتاج إلى شيء آخر. عندما نأتي إلى أفراد البشر، أنا أحتاج إلى بناء يبني لي منزلي، والبناء يحتاج إلى مالي حتى يعيش على هذا المال ويعيش أهله ويسترزق، ها
هذا رزق الحلال مثلا. الحاكم يحتاج إلى علماء يرشدونه، حكماء يحكمون له. هذا الحاكم العالم الدكتور البروفيسور الأستاذ يحتاج إلى الحاكم حتى يرفده بالمال. هذا طبيعة. إذن حاجات متقابلة، حاجات من الأطراف كلها، سخرية بمعنى التعاون، كل واحد يحتاج للآخر. ولولا السخرية شنو كان يحصل؟ ما كان يقوم للاجتماع قائمة، كل واحد كان فلك مستقل، خلاص الاجتماع كان ينتفي وينتهي، العائلة تنتهي. لو الزوجة لا تحتاج إلى زوجها والزوج لا يحتاج إلى الزوجة، هل اثنين عقلاء كانوا يعيشون معا؟ مشاكل وآلام وكذا. طبعا الحياة الزوجية بها نقاط فرح ونقاط حزن وألم، هذا طبيعي كل شيء. يعني ما كان أحد يعيش مع الآخر. الوالد رحمه الله في إحدى محاضراته يقول أنه حقيقة هل من العقل أن يتزوج الإنسان إذا هو مو محتاج للزوجة والزوجة مو محتاجة له؟ بس كل حسب شيء، يعني الحاجة حاجة مختلفة، حاجة المال، حاجة الشهوات، حاجة العائلة، الكينونة، الدفء، الراحة، الحوائج المختلفة الموجودة. هذه الحوائج هي التي جعلت الإنسان يتحمل زوجته والزوجة تتحمل زوجها. هذا نظام التكامل، هذا نظام السخرية. في خلايا البدن احنا نحتاج الى خلايا، لانه اعمال مختلفة في البدن، نحتاج الى خلايا صلبة جدا العظم، ونحتاج الى خلايا رقيقة جدا كشبكية العين، خلايا شبكية العين مثلا. اذا كانت خلايا العين كالعظم او كانت خلايا العظم كخلايا العين، هل كان يقوم الانسان قائما؟ كلا. فاذا هو هذا التنوع في الخلق، هذا معنى النظام الاتم. جعلنا بعضكم فوق بعض، او جعل بعضكم فوق بعض درجات، هذا ايضا اما تكويني واما حسب مقدمات خارجيه. التكويني الله جعل البعض مال اكثر من البعض الاخر كما في هذه الروايه، هو من حيث المال متقدم، للبعض جعل قوه الذكاء مثلا، هذا اذكى من ذاك، ولكن مو كل اذكى يكون اغنى، يمكن فد واحد حتى يكون بليد ولكنه اغنى. الله عز وجل هكذا جعل الحياه، واستقرت الحياه بالتشبيك بين المصالح، هذا يستفيد من ذاك وذاك يستفيد من هذا. هذا هو النظام الأتان. تعالوا إلى الدائرة البسيطة، البيت. البيت إذا ليكن هناك رب للبيت فزين، يعني هذا إذن هو أعلى درجتان. هذا الأمر قد يكون تكويني، يعني الله أعطى لشخص قوة في الحافظة، لشخص آخر ما أعطى قوة في الحافظة، هذا تكويني. وقد يكون بخطوات عملية، زيد من الناس يعمل، يدرس، يصير بروفيسور، دكتور، أستاذ، مخطط، منظم. عمرو من الناس لا يدرس، يذهب إلى العمل فيصير عامل ناجح. يعني كل واحد بالنتيجة حول تلك المقدمات ويصل إلى النتائج بأسبابها. هذا من الدرجات والتفاضل بين الإنسان، هذا مو خلاف العدل. المساواة كلمة أجنبية، احنا ما عندنا مساواة في الشريعة، ماكو مساواة. يعني شنو المساواة؟ واحد يجي يقول تساوي حقوق الرجل والمرأة، لا، احنا لازم نعمل بالعادل. اذا هناك رجل ضخم وطفل صغير، هذا الرجل الضخم المفروض تخلي قدامه صحن من الطعام، الطفل الصغير المفروض تخلي قدامه فد سندويشة مثلا، فد لفة. فهذا مو مساواة قطعا، ولكن هذا طبق العادل، جعل كل شيء في موضعه المفروض. والعدل الإلهي يقتضي أن يكون هناك البعض تفوقوا في جهة ولم يتفوقوا في جهات أخرى، البعض تفوقوا في جهات أخرى ولم يتفوقوا في جهة. نعم، استثنى الله عز وجل القادة الأنبياء الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، فجعلهم فوق البشر حتى يمكن أن يتبعهم البشر في كل صغيرة وكبيرة، وأعطى لهم العصمة.
من الخطأ والنسيان والذنب وكل ما هو قدح في شخصية هذا الرسول، في شخصية هذا النبي أو الإمام. هذه هي النقطة الثانية. لذلك في تفسير القمي هكذا يفسر علي بن إبراهيم القمي رحمه الله، يقول: وهذا يعني السخرية من أعظم دلالة الله على التوحيد. كيف؟ لأنه خالف بين ملكهم. الملوك يختلفون والمملكات تختلف كهيئاتهم يعني مظاهرهم ودلالاتهم وإراداتهم وأهوائهم، كل واحد عنده ذوق في العمل. إذا الكل كانوا على ذوق واحد يمكن ما كان يحصل التنافس، مع أن التنافس إيجابي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأهوائهم ليستعين بعضهم على بعض، لأن أحدهم لا يقوم بنفسه لنفسه، أنا أسوي كل شؤوني وكل أموري، لا. والملوك والخلفاء لا يستغنون عن الناس، وبهذا قامت الدنيا، والخلق المأمورون المنهيون المكلفون، يعني هكذا الخلق قام هكذا. ولو احتاج كل إنسان أن يكون بناء لنفسه وخياطا لنفسه وحجاما لنفسه وجميع الصناعات التي يحتاج إليها، هو يقوم بشؤونه كل الشؤون، لما قام للعالم طرفة عين. العالم لحظة ما كان يستمر، كان ينتهي العالم، لأنه لو طلب كل إنسان العلم، ليش؟ لأنه الكل يروحون على الأفضل. شنو الأفضل؟ طلبوا العلم قطعا. العالم قيمة كل امرئ ما يحسنه. بعد واحد ما كان يروح يصير مثلا، مع أن الأعمال كلها بالنتيجة محترمة، وطالب الرزق له أجر الشهيد، الكاد لعياله اللي يتعب حتى يوسع على عياله، يتصبب عرق، يصعد الآجر، يصعد المواد الإنشائية كذا في منتصف الظهر، الكاد لعياله. صحيح هذا دا يدور على رزق ورزق حلال، بس بما أنه دا يدور على رزق حلال، شنو الله يعطيه أجر؟ كالمجاهد في سبيل الله لشاهر سيفه ورايح دا يقتل، وقد يقتل، قد يصاب عاهة إلى آخر حياته بالنقص، إيش قد إلى أجر عند الله؟ الكاد لعياله هكذا. ولكن شنو الأفضل؟ قطعا طلب العلم أفضل، وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. زين، لأنه لو طلب كل إنسان العلم ما دامت الدنيا، منو يشتغل منو يعمل، خلاص كانت تنتهي الأمور. ولكنه عز وجل خالف بين أهيئاتهم، وذلك أعظم الدلالة على التوحيد. النقطة الأخيرة ونطبق بعدها جزء من الرواية، أنه واحد لمن يريد يستمع على الاقتراحات، هذا البخزومي عنده اقتراحات على رسول الله: ازرع في مكة، طلع أنهار عيون، خلي الله ينزل ونشوفه ونقابله ويقابلنا، خلي يكون النبي ملك، أو تسقط السماء كما زعمت علينا. هذه الاقتراحات رسول الله يقول: أنت اقتراحاتك أنا إنما، يعني يمكن واحد يسأل الرسول كان يسوي بعض هذه الاقتراحات حتى يسكته، لا، ما له فائدة، لأن الاقتراح إنما يكون في هدف الرسول. يعني إذا كان عنده اقتراح، هذا الاقتراح يصب في هدف الرسول. شنو هدف الرسول؟ إتمام الحجة عليهم ودعوتهم للإيمان. إذا كان عنده هكي اقتراح، الرسول كان يستجيب لاقتراحه، ولكن رسول الله يقول: اقتراحاتك أنت كلها اقتراحات لا تصب في هدفي، فلا أهتم لها أبدا. كيف؟ إما اقتراحاته لا تصب في هدف الرسول لأنها غير نافعة للغرض، غير نافعة للحجة، مثل أنا أجي هنا هسه في مكة أطلع لك 50 عين، هذا ما يدل على أنني رسول ونبي، كما أنك أنت في طائف زرعت ومطلع 50 عين بل أكثر، هل هذا يدل على أنك نبي؟ هو المخزوم يقول: لا، هذا ما يدل على أنني نبي. خلاص، إذن هذا اقتراحك ما يصب في هدفي وفي رسالتي. والإنسان مهم
أن يحدد هدفه ويمشي خلف هدفه في الحياة على طول المسير، لا يلهيه أمور ما تنفعه. يعني تشوف بعض الأحيان في المناظرات، في الفضائيات المناظرات بين بعض العلماء مع الآخرين مع المخالفين، ينجرون شرقاً غرباً. أتركز على نقطة واحدة، ركز مثلاً على خلافة أمير المؤمنين، لا يجرك إلى تربة سيد الشهداء ولا يجرك إلى قضية. حددوا الهدف، أو حددوا من الأول السجود على التربة مثلاً. لا تطلع عن الهدف المنشود. ليش؟ لأنه لو واحد يطلع عن الهدف ما يوصل للنتيجة. فإذا أنا أجي أزرع هنا وهذا مو حجة أو استغلال لجهل المخاطب. إحنا ما لازم نستغل جهل المخاطب، لأنه حقيقة هو مو حجة على نبوة رسول الله زرعه أشجار في بلد غير ذي زرع. هذا فد علم، يعني طريقة معرفة. إذا اقتراحاتك إما غير نافعة لهدفي فما أستجيبها، أو اقتراحاتك توجب نقض غرضي. أنا شنو غرضي؟ أريد أهديكم. أنت تقول تعال أنزل السماء علينا، يعني شنو؟ يعني عذاب إلهي ينزل علينا. والعذاب الإلهي شنو يسبب؟ يسبب موتكم، هلاككم. وهذا صار نقض لغرضي، وأنا ما جاي حتى أقتلكم، وألا الله بإرادته تنتهون، أنا جاي أكمل الحجة عليكم. فبعد ذلك إن كملت الحجة فمن اهتدى فلنفسه ومن ظل فعليها، وما أنا عليكم بوكيل. فإذا هذا بعض اقتراحاتك نقض للغرض، بعض اقتراحاتك هذا محال أصلا، لأن الله لا يرى، لأن الله مو جسم، لأن الله لا جهة له. فأنت تقول الله ينزل نشوفه، هذا اقتراح محال. مثل واحد يقول اجمع النقيضين يا رسول الله، تريد أنا أؤمن بك اجمع النقيضين، هذا معقول؟ مو معقول. اجمع النقيضين يعني هنا تكون هذه مثلا، هي يكون هذا المنبر موجود ولا يكون موجود في آن واحد بالشروط الثمانية للتناقض، وحدة الموضوع والمحمول والجهة والمكان والزمان، الشروط المذكورة في المنظر، هذا محال. فإذا رسول الله يقول كل اقتراحاتك فاشلة، فأنا ما أستجيب ولا لاقتراح من اقتراحاتك، ليش أنا أبتعد عن طريقي؟ زين، بالنتيجة رسول الله يقول وأنت قلت في آخر كلامك أنه حتى لو تصنع كذا أنا ما أؤمن بك. فأنت تقول أنا معاند، الإنسان ما لازم يتباحث مع المعاند. العم الشهيد ينقل رحمه الله سيد حسن، ينقل في أحواله أنه كان أدى طلعات إلى الحجاز مع بعض علماء الوهابية، يعني كان عنده مناظرات ومباحثات، كان هدفه إعادة بناء البقيع الغرقت، هذا كان هدفه. ففي إحدى الطلعات ارتبط التقى بن باز، هذا كبير علماءه، فجلس معه ناقش معه نقاشات متعددة، ودخل في نقاش ديني أنه من الحق، علي عليه أفضل الصلاة والسلام أم غيره، مع من الحق. فوصل إلى مرحلة ابن باز سكت، انقطعت حجته، فصرح ابن باز على حسب هذا النقل أنه لو قام محمد صلى الله عليه وآله من قبره الآن وقال لي، هذا جبرائيل يقول بأن الله يقول بأن عليا هو الخليفة، أنا ما أقبل. يعني خلاص أنا معاند، قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة، ما ينفع هذا المعاند، شنو تسوي؟ رسول الله يقول أنت معاند، المعاند بعد حسابه على الله عز وجل، رسول الله منذر ليس أكثر من ذلك. أخذنا الوقت، خلينا نطبق جزء من الرواية الشريفة. فترى أجل الملوك وأغنى الأغنياء محتاجا إلى أفقر الفقراء في ضرب من الضروب، إما سلعة معه، سلعة معه يعني مع هذا الفريق فتحاجة، مع هذا الفقير أو من مع هذا أفقر الفقراء حاجة، سلعة بضاعة معه ليست مع الملك فيحتاج إلى هذا الفقير، الملك يحتاج للفقير، وإما خدمة لا يصلح لها
هذا الفقير يعرف خدمة، طبيب فقير هو بس عنده علم خاص، هذا الملك محتاج إلى علمه، وإما خدمة يصلح لها لا يتهيأ لذلك الملك أن يستغني إلا به، يعني ما يقدر يستغني عن هذه الخدمة إلا بهذا الفقير، فلازم يستخدمه لازم يجيبه. وإما باب من العلوم والحكم هو يعني هذا الملك فقير إلى أن يستفيدها من هذا الفقير، يعني هو محتاج حتى يستفيد من هذا الفقير، الفقير هذا من حيث المال ولكن عنده حكم، عنده طرق، عنده خبرة عسكرية، فهذا الحاكم لما يريد يهجم على العدو لازم يستفيد من خبراته، فهذا الفقير يحتاج إلى مال ذلك الملك الغني، وذلك الملك يحتاج إلى علم هذا الفقير أو رأيه أو معرفته. ثم ليس للملك أن يقول هل اجتمع إلى مالي علم هذا الفقير، الله ما يجمع كل شيء في شيء في شخص واحد، هل اجتمع إلى مالي علم هذا الفقير، ولا للفقير أن يقول هل اجتمع على رأيي وعلمي وما أتصرف فيه من فنون الحكمة، أنا حكيم، أنا عالم، أنا فيلسوف كبير، فعندي مثلا طرق معرفية متعددة بس ما عندي فلوس، ليش الله ما يفضل ويتم النعمة بإعطائي مالا كثيرا أستغني به عن الملك؟ ما يمكن، نظام السخرية تنتهي. وما أتصرف فيه من فنون الحكمة مال هذا الملك الغني. ثم قال الله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذا الفوقية والدرجات إنما هي حسب العادل، وإما هي تكوينية أو بمقدمات وبأسباب يتخذها الإنسان الطبيعي، اللي يدرس يوصل واللي ما يدرس ما يوصل، هذا طبيعي، اللي يهتم يصل إلى رزق مثلا، اللي يقعد في بيته وما يهتم ما يوصل إلى رزق، شيء طبيعي. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية مسخرا، هذا شنو السخرية؟ سخرية المجموع للمجموع، مو مثل الرقيق الأبيض اللي الآن موجود، أنه مثلا الصين مليار واحد يعملون ليل نهار لأربعة مليارات مثلا، الآن نظام الرق بأسوأ أنواع موجودة، هذا إلى فتفصل بعد لا نتمكن من أن نخوضه في هذا البحث، يمكن في بحث آخر نتكلم عنه، أنه الآن نظام العبيد والإماء موجود في العالم بأسوأ الأنواع، الواحد كان يقول هم اللي الآن كثير من الموجودين في مصر يعملون يمكن 15 ساعة على وجبة الطعام، هو هذا يعني ما لهم شيء حق أكثر، يعني اللي يستلموه بمقدار وجبة الطعام يعمل رجلهم والنساء عندهم. ثم قال يا محمد قل لهم ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي ما يجمعه هؤلاء من أموال الدنيا، الرحمة الإلهية هي خير من كل شيء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأما قولك لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر ما قلت، جيب ينابيع أنهار عيون فجر، أظهر بساتين في مكة، شنو هذا البلد اليابس، إلى آخر ما قلته، فإنك قد اقترحت على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء، عندك اقتراحات، هل هذه الاقتراحات تصب في هدفي وهو إتمام الحجة؟ كلا، فلا أهتم لها. أشياء منها يعني من اقتراحاتك ما لو جاءك به لم يكن برهانا لنبوته، بعض أنواع اقتراحاتك صنف من الاقتراحات ما تصب في إثبات النبوة لي، ورسول الله صلى الله عليه وآله، واحد يقول خلي يعمله رسول الله، الناس يتأثرون يشوفون زين، هكذا طلب فصنع، إذن هذه دلالة الحجية، هذا إغواء بالجهل أصلا، يعني المقدمات مقدمات غير موصلة، أنا أقول هذه المقدمات هي التي أتمت الحجة عليكم، كلا. الواحد من الأعلام كان يقول أنه بعض الأحيان من القرآن يستفيدون ما أدري حسب حساب خاص، طرق السألان موجودة أنه يثبتون بعض الوقائع التاريخية بالأبجد بغير الأبجد، هذا ما يكون صحيح، ليش يمكن شخص آخر يستفيد من نفس الطريقة ويثبت أمر باطل؟
يعني احنا بالابجد في القران استفدنا مثلا منه قضيه تاريخيه، يمكن شخص اخر يجي بالابجد يستفيد من ايه اخرى قضيه مضله. القران كتاب هدايه ظاهره حجه. اذا هناك بعض الروايات تفسر التاويلات او التفسيرات حجه، اما الشيء نجي نتخرص نطلع من بطن القران، منو قال هذا حقيقه؟ المقصود الله عز وجل هل الذي كان زين. ورسول الله صلى الله عليه واله يرتفع عن ان يغتنم من الغنيمه، يعني يستغل جهل المخاطب يستغله. الجاهل سهل الاخذ والسرقه، وهذا يعني تشبيه بالغنيمه، فشيء لطيف تشبيه المحسوسه المعقوله بالمحسوس. ورسول الله يرتفع من ان يغتنم جهل الجاهلين ويحتج عليهم بما لا حجة فيه. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.